يا حبيبي على فين؟ تفضل يا عش. تفضل يا عش. الله من حقك. الحمد لله والله يا حبيبي. كله زي الفل. العالم من ايه؟ حبيبي. كويسين؟ الحمد لله. والله ايه؟ انتوا رايحين فين بكتور؟ رايحين عند الحسري. ماشي يا حبيبي. اللي بس الاشارات دي معاك كده عشان ايه؟ الاشارات مش شغاله عندي. انت طالع السما. لا ولا ايمن وشميل. مش للسما؟ لا لا شميل. شميل الجن. حلو ولا حلو ولا عسل. نظرك لايك نظرك لايك حاجة ولا ايه؟ وانا واحدة. خد انت دي. يا ولا ايه؟ مطب وطلع بتاعت مطب الصناعي. طلع بتاعت مطب. مطب يالا دي مين؟ مطب يالا. يا اخي بقول لك مطب يا اخي. ايوه. كده حلو؟ ايوه. لا طلع على الإطار الشمال. الشمال؟ كده يمين ولا شمال؟ كده لفوق. مش أنت ماشيين كده؟ يا أخي بطل يا أخي. بطل يا أخي ما تزولنيش أنا. طب طلع أنت عم. طلع دي. طلع دي الحلوات دي. الله عايز. هي واحدة بس؟ واحدة بس؟ كده؟ فكروني بالواد حبيبي. الواد رامي. رامي بنبني. بنبنك؟ واد عايز. أنت عندك كم سنة عم؟ عندي 48 بس؟ بس عايش من زمان. لا غم زمان يا حاج انت عامل شعرك ده فين؟ كله عند حمال النومي. ايه ده؟ كله ده 48 سنة. ايوه ده 48 سنة بعد المية ولا ايه؟ ايه؟ يا دي احترم يا اختي. بس حلوه النضاره دي حاجه. بص انا ماشي طوال صح كده صح؟ النضاره مش عارف اللي طلع لي شغله. ما تجيب النضاره دي لفه. طلع لي الماتش ده ايه ولا؟ انت جد قد جدي. اطلع المطب عاك؟ طلع المطب لا مفيش مطب خلاص عندنا بقى عندنا اللي ما شفوش بطلع فيه شغله. كده حلو؟ كده انا كده حلو صح؟ انا ما زودنيش ولا حلو. احنا قاعدين معاك يا جد. قاعدين معاك يا جد. احنا قاعدين معاك يا جدو. بقول لك ايه؟ انتوا بتدرسوا في ايه؟ احنا في هندسه. مهندسين يعني؟ لا بس انت كنت ضايع. احنا؟ والله. عم عيب عليك كده. هندسه وضايع؟ عم عيب عليك. والله الله انت. امال لو كنت فندس صناعي زي ابنك بقى كنا نعمل ايه؟ انا ابني مش فندس صناعي. امال ايه؟ انا ابني سمكان عربان. هو كده مش صايع؟ كده مش صايع؟ ده راجل كستيب وعيل حرفي. ما احنا مهندسين. أنا نجارة. مهندسين؟ أنت نجارة؟ تجارة. تجارة. أيوة حبيبي. أيوة حبيبي. أنا أنت أنا سنك سالف أنا. أنا؟ والله ما عسل حبيبي أنا حتى مختاره. يا دايما يا أنت سالف. أنت بتعمل إيه؟ والله سالف سالف. ما بعمل إيه؟ والله العظيم سالف. أنت في إيدك ما تتقدش ده يا حاج الله يخليك عشان بص. أنا أبويا ما بيعملهاش. وربنا أبويا ما بيعملهاش. أنا زي جدك أنا. أبويا ما بيعملهاش. أنت عامله زي ده. ايه رايك؟ يا عم شوف شعرك انت عامل ازاي؟ انا عايز فلوس سهله يا ابني. بس انا جامد. اتفضل يا حبيبي. ايه ده؟ ده في تراب عجل. بس انا عيب ولا بس انا عيب ولا بس انا عيب ما قلتليش شريط طبل بلاش كفر بس انا في ايه؟ بس انا عيب يا جد كده. اوعى شفت دي؟ اه شفت انا. اقول لكم واحده ثانيه؟ دي الحلاوه دي انا وانت انت ايه؟ يا حاج طلع على طلع المطب هات المطب بسرعه بسرعه طلع المطب يا طلع المطب 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 طلع ما زولوش بقى ما زولوش بقى ده ولا ده يا عم كله مع بعض ايه راح فين يا دي النيل انت طالع مشكشك ايه يا عم ده اقسم بالله حكى لك موضوع رامي وبتاع والجو ده يا عم ده انت وربنا هتوصله بعد بكره ايه يا عم اتكل على الله ده انت راجل مقرف عايز اعمل ايه يا عم امشي والله العظيم والله العظيم يا عم امشي يا عم وربنا ما هتوصله يلا يا عم ننزل واقف على جنب يا عم ننزل يا عم حاجه ابويا ما بيعملهاش يا حاج واقف على جنب يا حاج عايزين ننزل بص ده انا طياره طياره ايه يا عم والله ده انا واحد انت مجنون يا حاج انت مجنون؟ بس حبيت ايه ده انا وحش الطريق يا عم ده بقول لك رمى مش هنوصل النهارده المحاضره هتفوتنا يا عم محاضره انتوا بتوع محاضرات انتوا يا عم مهندسين بقى مهندسين ايه؟ مهندسين بقى ولا زمالك؟ زمالك مالكش دعوه بالزمالك طيب مش شجع الزمالك؟ اه زمالكاوي لا بس انا اهلاوي انت اهلاوي ولا زمالكاوي كده؟ انا بشجع اللعبه الحلوه لا لا زمالك عمري تعبان صح؟ لا 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 ايوه يا اخويا
ايه ده يا سيدي يا سنه طويل من ده انت بكرة اوعى قد بكلمك يا عم ادي يا عم بطل ضرب بقى يا عم في ايه يا اسطى عبرك يا اسطى في ايه بطل ضرب يا عم انا عامل الفرق السن اللي ما بيننا غير كده وربنا ما هيشوف حاجه فرق في اللي انا ايه يا راجل يا انت عيل انت مستبق ولا ايه طب هتمد بقى تقول انا انت ود هتمد بقى تنزلنا يا خلاص بقى يا عم افتح بقول لك ايه يا مين يا ولاد انزل لي بقى انزل لك انت مقفول يا اسطى انزل لي بقى بس يا حبيبي قول لي زي الحلاوه ولا مزاج؟ عم زين زين انت عايز الجامعه كلها تشوف وانت عايز زين وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام كيف يا باشا؟ فين يا باشا المهم يا باشا؟ أنا فين في المهندسين إن شاء الله؟ شارع البطل عبد العزيز البطل أحمد؟ إيه كانت أحلى أيام والله البطل أحمد عبد العزيز كان صاحبي في الجيش كان صاحبي عصره؟ أه حضرت ثورة 37 37 أه كم سنة أنا عندي 36 36 وازاي 36 وعصرت عبد العزيز؟ ما عبد العزيز 36 وهو كان في ثورة 37 37؟ اه احنا في سنة كام دلوقتي؟ احنا في 2020 كام؟ 2030 انت لو غيرت ال انت عايش فين؟ انا عايش في سنة ال 20 20 طب انت هتعرف تودينا طيب انت عندك خلص الزمان انا ولما يجي يخش شمال ولا يمين معاك ولا من الاشارات تحت الاشارات عندي مش شغاله الاشارات دي؟ اه طلعيها من الشمال انا في سنه 34 اياميها كان لسه الاستاذ طب اسالك انا طيب؟ لا يا حبيبي لا طيب؟ لا عادي عادي انا عندي عندي رامي حفيدي واد رامي ده واد عشتر حفيدك اه واد سمكاني عربيات هيعجبك حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله يعني ها الاخر يعني الله ينور عليكي اه تعرف الاستاذ علي عبد الهادي وزير المواصلات اه علي عبد الهادي ده حبيبي كان دفعتي برضه انا كان دفعتي انا والاستاذ والبطل احمد عبد العزيز البطل احمد عبد العزيز اه انا كان حبيبي سعد زغلول برضه لا سعد ده كان موال تاني سعد زغلول لا ده انت عجوز بقى اه طبعا انت عجوز بقى انت عجوز تعرف سعد انت نفسي تبطل سعد كان حبيبي طريقك شويه سعد كان حبيبي سعد كنت اقول له يا سعد يقول لي يحيى يا سعد اقول له يا سعد ما تبصلهاش من تحت ده يا سعد بص لها بالظبط عليك اقول له يا سعد بص لها من فوق تقول لي ولا تشغل التكييف يا عم ما هو مش شغال عندي ليه؟ مش شغال يعني عمال تضرش وعمال تقول لنا في كلام ما قالوش ايه يا بنتي مالك؟ عمال تجيب الاخر قدام وقدام في الاخر انت يا بنت عيب انا قد جدك عيب انا انت قد جدي؟ عيب يعني لازم يبقى في شيء كده من الاحترام يعني اه والله ايوه خد معاك يا باشا معلش انا اسف حد الله ايه ده يا نهار يا عم شك يا عم انت نهار اسف لا مؤاخذة معلش انت راكبين مع الراجل ده والله العظيم يا جدعان الراجل ده هيتعبكم حكالكوا على مروان و73 من ثورة 19 وسط يا عم نزلنا يا عم انا انت عارفك انت انا اللي عامل يهودي انت والله انت عامل اسرائيلي ممكن تسرع شوية علشان انت بطيء يا بنت انا بقالي 95 سنة شغال في المنطقة انت لسه من شوية بتقول 20 سنة دلوقتي 69 سنة يا بنت 69 انت مش ما مش حلو انا مش لا. انت انا عرفتك انت احمد مصر انت مين؟ انت احمد مصر انت صح؟ ده ابن خالتي احمد مصر ايوه انت احمد مصر وانا ننسى عجرو عم شكشك احنا امتى هنوصل؟ يا بنتي بالعجلة الندامة وفي التاني السلامة عيب افهم انت لسه صغيرة انت دي 75 سنة صغيرة برضه 75 ان شاء الله عليها يعني باينة اهو هتوصلنا بسرعة ولا هتفضل ترغي كتير؟ انت عيب ما تقليش ادبك عليا طب يلا عايزين ننجز لا ما تقليش ادبك عليا يعني الجو حلو لا ما تقليش ادبك عليا انا راجل قد جدك انا انت يا بنت عايز انت مني لا ما تديني على مين احسن بقى ما هي صغيرة ولا ايه؟ طب ما تخلص عايزين ولو كان مربيكي ما عم علي انت مش مربيها بقول لك ايه يا عم علي اما تتباع على واحد انت ابوها خلاص بقى عشان اوعى ايدك دي انت قلت الادب
وانت اصلا مش عارف تسوق ولا عارف تتكلم ولا عارف اي حاجه وعمال تعمل علينا شغل واي حاجه وخلاص. انا قد جدك عيب يا عم علي. ما يصيرش هذا. طب يلا ما يصيرش هذا حكي يا اخي. انت راجل يا اخي بارد يا اخي انت. طب بقول لك ايه بقى، انزلي هات اخر فلوس الاجره بتاعتك. انزلي وريني بقى نفسك بقى. تسمحوا لنا نزيل الحلقه؟ طب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا حاج؟ الحمد لله يا حاج، كله زي الفل. فين في الدقي ان شاء الله؟ ان شاء الله شارع مصدق. حبيبي صدق ولا مكذب عادي؟ عامل ايه يا حاج؟ كله زي الفل الحمد لله. انت مالك معفر ده كده يا حاج؟ بدل في نفسك لكن؟ اما معفر ايه ومبهدل ايه؟ بس نعمل ايه بقى شقه؟ شباب بس ما كنتش معفر نفسك كده. انت كنت شغال في ايه؟ في العماله في العاصمه الاداريه ولا شغال في ايه ولا جايب ايه؟ عاصمه اداريه يا عم. امال شغال في ايه انت؟ انا بس عايزك تخلي معاك المواصل الاشارات دي. بتاع ايه دول؟ خليهم عشان انا الاشارات عندي مش شغاله. اول ما يبقى في مطب ولا حاجه ايه تطلع المطب الصناعي. اول ما يبقى في دخل يمين تطلع الاشارة اليمين. الله. اول ما في دخل شمال تطلع الاشارة اليمين برضه. ماشي؟ تعبان ولا ايه؟ ايه دنيا انت مالك كده؟ بسم الله ما شاء الله. انا ضيف هنا يا حاج. شغال ايه؟ هاني؟ ايوه. انا شغال كهربائي. كهربائي بسم الله ما شاء الله. باين عليه. ايه باين عليه ايه؟ بسم الله ما شاء الله مدلدل كده من كل حته. انت هتقتلي بأدبك ولا ايه؟ لا يا اخي مش قلة أدب والله، دردشة عادي يعني يا جدع. مالك انت يا اخي؟ عيب على قد ابوك اهي. ما انا عارف والله، على فكره محترم. مين سنة ادب وكده وكده؟ على فكره محترمك والله. تمام. يا عم الحاج انت شارب حاجه ولا ايه؟ يا ابني مالك يا ابني، نكس في الطنية. طلع الاشاره يا ابني. طلع الاشاره. طلع الاشاره اخش. طب انت تكنك ولا ايه ولا في ايه بالظبط ولا انت؟ انت بس طلع الاشاره يا اخي. طلع اشاره ايه؟ طلع اسمها ايه؟ طلع. يمين. طلع طيب ايه؟ طلع كفر. طلع اشاره اليمين. اشاره اليمين. ايوه طلع اشاره اليمين. اليمين اهي. ايوه. هو معانا ده ولا كان معانا ده؟ ركبوا معانا. خدي معاك يا باشا لحد داخل الشارع. ايه ده؟ يا دي النيله يا عم شكشك. يا عم انت مفيش غيرك ولا ايه؟ يا عم انت الواد ده انا عارفه. يا عم انت مفيش غيرك في المنطقه. انا عارفك يا لد. بقول لك ايه، خلي بالك الراجل ده انا راكب معاه، مراتي كانت بتولد دلوقتي ابني في خمسه ابتدائي. انزل عشان خاطره مش هوصلك يا عم. يا عم ده انت راجل مؤذي. استنى بس استنى تعالى. لا لا انت راجل. ادفع الاجره انت. يا عم ادفع الاجره. استنى بس. مني يا راجل. يا جدع استنى روح الدقي يا راجل. طب استنى اوصلك. بقول لك ايه، طب خليك بس اوصل. توديني فين؟ اوديك الدقي. توديني فين؟ توديني مش المجانين ولا توديني العباسيه؟ توديني فين انت؟ لا اوديك الدقي. ماشي ماشي بينا وتلف بينا. فين؟ انت غريب؟ يا لا الله. عشان غريب جاي من كفر الشيخ. عشان غريب؟ شايف؟ مش شدنا الواد ايه؟ الواد دي ده طويل كفر شوف. شوف ما انت باين عليك اصلا مش طبيعي. باين عليك مش طبيعي. بقول لك ايه؟ مش باين عليك مش طبيعي. بقول لك تعالى كده نزيع اول ولا منزيع؟ لا زيع.